الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شفينا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين آمين. قال الإمام الخلال رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتاب السنة افتتح جزءا جليا، قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكلماني، فسمعت أبو عبد الله وذكر عنده كلام الناس في القرآن، صح؟ لا أنا عندي شيء آخر. طب سيدي رقم حديث عندك كم سيدي؟ روح الله قدر 18-26. أول شيء يا شيخ، أول بداية الرد على الرد والإنكار على من قال القرآن مخلوق، هذا تكفير من قال القرآن مخلوق، فبالله لا تعطلنا يعني. عبل ما تبحث به مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، وهذا رد على الجهمية والمعتزلة أهل الضلالة وأهل التلبيس. عليكم السلام وبركاته، كل عام وأنتم بخير. قال الإمام العلم الآجري في كتاب الشريعة رحمه الله تعالى: أعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووقفوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله تعالى، وعلم الله عز وجل لا يكون مخلوقا. تعالى الله عن ذلك، دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رحمه الله تعالى، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث. والجهمية عند أهل العلم كفر، الجهمية عند أهل العلم كفار، وهذا حق لأنهم نفوا صفات الله وأسماء الله الحسنى. نعم، السلام عليكم. أنا هات السؤال بسرعة، أنا في درس الآن، اتفضل. ما الذي دعاهم إلى الرفض؟ ما الذي دعاهم إلى الرفض؟ يبقى خلاص طالب علم هو الولي لها ويزوجها، أو أحد من أبناء عمومتها لو موجود وهو عدل، إذن هي تولي عالما طالب العلم أو المأذون هو الذي يزوجها. السلام عليكم ورحمة الله. فالجهمية كفرهم أهل العلم، ولذلك قال لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمية عند العلماء كفرة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي أبو زرعة عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدون من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فيه فهو كافر لا حول. طبعا هو المسألة هنا بيقول من شك في كفره ممن يفهم، لكن الجهلة الذين تراهم أهل تقليد فلا. وقد ورد تكفير من قال بخلق القرآن على الأئمة مالك والشافعي وأحمد، والإبانة أيضا نقلت عنهم كثير من هذه الأقوال، وستأتي بإذن الله تعالى الأقوال نقلا عن أئمة الدين على كفر الجهمية بقولهم القرآن مخلوق. تفضل. قال الإمام الخلال رحمة الله تعالى: قال الرد والإنكار على من قال القرآن مخلوق والحجة عليه، ابتداء تكفير من قال القرآن مخلوق. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال سمعت أبا عبد الله، قال وذكر عنده كلام الناس في القرآن أنه مخلوق، فقال: كفر ظاهر. وهذا رواه ثقات. نعم. قال أخبرني حرب، قال سألت إسحاق، قال يعني ابن راهويه، قال قلت: وأبا يعقوب أليس نقول القرآن كلام الله تكلم به الله ليس بمخلوق؟ قال نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال إنه مخلوق فهو كافر. وهذا اسناد ايضا رواه ثقات. قال اخبرنا ابو بكر المروزي، قال سمعت ابا عبد الله يقول: من قال القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم واليوم الاخر. وهذا رواه ثقات ايضا. قال اخبرنا سليمان بن الاشعث واحمد بن الحسين ويوسف بن موسى واسماعيل بن اسحاق الثقفي، قال: المعنى واحد، انهم سمعوا ابا عبد الله يقول القران كلام الله غير مخلوق، ومن قال انه مخلوق فهو كافر. اسناد صحيح. هم كلهم جماهير العلماء من السلف والخلف يكفرون الجهمية على قولهم القرآن مخلوق. نعم. أخبرنا يعقوب بن يوسف أبو بكر، قال سمعت أحمد وقال له رجل: القرآن كلام الله غير مخلوق؟ قال أحمد: كذا نقول. قال الرجل: يا أبا عبد الله، هذا هو الحق؟ قال: كذا نقول. نعم، هذا إسناد صحيح. قال أخبرنا محمد بن حسين أن الفضل حدثه قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل: رأيت بالبصرة دي قد كتب على مسجد فيها بالقوة القرآن مخلوق. قال: ففزع أبو عبد الله من ذلك وجعل يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رواه ثقات. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني أحمد بن بحر الصقار قال سمعت حسن بن بزار
قال اخبرني الحسن بن جحدر ومحمد بن ابي هارون ان الحسن بن ثواب حدثهم. قال اخبرني محمد بن ابي هارون ان اسحاق بن ابراهيم حدثهم. قال المعنى قريب، كلهم سمع ابا عبد الله رحمه الله قال القران كلام الله غير مخلوق، ومن قال انه مخلوق فهو كافر. نعم، ورد هذا في اكثر من وجه، وان كان هذا في بعض المجاهيل. قال اخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن عبد الله بن ابي يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال حدثنا ابو بكر بن زياد قال قلت لبشر بن الحارث يا أبا نصر ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله وليس من مخلوق. قال فقلت له لما لا تكلم بهذا؟ قال أخاف السلطان. قلت له فلثقاتك. قال إن لكل ثقة ثقة. يعني أن من أثق به فله من يثق به، كذلك فقد حاز بما ذكر له، وقد يقول أن الثقة الذي واثق فيه أيضا يوثقه على ما يقول. عامة هذا جاء كما قلت في غير ما موضع في الكلام على تكفير الجهمية والمعتزلة في قولهم القرآن مخلوق. نعم، والحقيقة نحن نبي الله بأن هذا التكفير تكفير للأنواع لا للأعيان. العين لابد أن تقام على الحجة وتزال عنه الشبهة. نعم تفضل. نعم تفضل. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني حسين بن علي بن علي بن يزيد الصدائي قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أخبرني خالد بن إسماعيل الكرماني وإسناده حسن. نعم. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا عبد الله بن محمد عن عمرو بن جميع عن ميمون بن عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال لما حكم علي رضي الله عنه الحكمين قال له خوارج حكمت رجلين. قال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن. نعم، وأن القرآن صفة من صفات الله، لكن في حديث في الإسناد عمرو بن جميع متروك. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عباس عن بري وقال سمعت سليمان بن حرب يقول وأنتم بكل خير وسعادة. قلت له إنك كنت لا تقول بهذا، فما بدلك؟ قال استخرجت من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. قال والكلام والنظر واحد. وهذا الوقت صحيح. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أبانا قيل له فأحد من العلماء قال ليس بمخلوق. قال جعفر بن محمد حدثني قال جعفر بن محمد حدثني أبي أمله علي إملاء من كتابه قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا أبو عبد الرحمن معبد قال فذكر الحديث قال أبي وقد رأيت معبدا. وأيضا رواية سقط. تفضل أسرع بغى الإسناد يا شيخ. قال أخبرنا أبو داود السجستاني وصف السند إلى معاوية بن عمر أنه قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال أبو داود وهو معبد بن راشد الكوفي قال سمعت حسن بن الصباح قال احمد بن حنبل كان يفتي قال يعني معبدا بقول ابن ابي لبيبه. نعم. قال اخبرنا ابو داود وساق سعيد بن ابي النضر انه يقول ليس بمخلوق. اخبرنا عبد الله قال سمعت ابي يقول. قال اخبرنا ابو بكر المروذي وساق السند الى ابراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وكيع بن الجراح ووهب بن جرير وسليمان. ما يجوز صيام ايام التشريق لا صيام فيها، ايام التشريق لا يجوز صيام فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله وتبعل، لا يجوز صيام فيها، يحرم. تفضل شيخ. قالوا ان القران ليس مخلوق. زاد المروذي وكيع رحمه الله عليه قال اخبرنا يزيد بن عبد الله الاصفهاني ساق السند الى سفيان انه قال لا تفقهون ابدا حتى لا يكون شيء تسمعونه باذانكم احب اليكم من كلام الله عز وجل. سبحان الله. نعم. قال اخبرنا يزيد بن عبد الله الاصفهاني وساق السند الى سفيان بن عيينه انه قال والله لا يفقه العبد كل الفقه حتى لا يكون شيء يسمعه باذنه احب اليه من كلام الله. الله اكبر. ان كلام الله عز وجل ارتفع عن عقول العباد وتطأطأت يعني انخفضت العقول عنه، من طأط عن شيء انخفض راسه يعني. نعم. هذا خلاص قف يا شيخ قف. هذا 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 نهاية الكلام في النقل عن السلف الصالح على حكم من قد تكلم وقال القرآن مخلوق. القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر. ومن قال أن القرآن كالسماء كالأرض كالشجر فقد كفر. وهذا قاله سيد قطب فعندما تكلم عن القرآن في الظلال أيضا تكلم به وشبهه أدبيا، وهو لا يعرف عقيدة أن هذا الكلام كفر وأن الجمهور السلف كفروا الجهمية من أجل ذلك، وأن الفتنة العظيمة التي وقعت من الأمراء
للعلماء بسبب كلام الله جل في علا. فكلام الله، فالقرآن كلام الله، تكلم الله به بصوت وبحرف، لا الكلام النفسي على ما تخض الله للأشاعرة، بل تكلم الله به بصوت وحرف وسمعه جبريل من ربه الجليل سبحانه جل في علا، فنزل به إلى النبي الأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأه على الناس على أنه قرأ على أنه كتاب الله وكلام الله. قال لا لا، قال الله تعالى تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله جل في علاه تكلم به بصوت وبحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا الحديث كان سببا في نجاة ابن تيمية عندما عقدوا له المحكمة وقالوا له قال المالكي المصري هذا قال ابن مخلوف قال إنه يشبه الخالق بالمخلوق ويقدح في حجة الإسلام. فقالوا له أنت تقول كذا وكذا، قال نعم أنا أقول كذا وكذا. ثم قالوا له أنت تقول بأن الله يتكلم وبصوت وبحرف، قال نعم. ثم ذكر الحديث إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم فبصوت يسمعه من قرب كما يسمع من بعد كما يسمع من قرب. فقال له أهكذا قال رسول الله؟ قال نعم. فأطلق سراحه وما حكمه بعد ذلك. يعني قوم أيضا إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم احترموه عظموه. فالقرآن كلام الله وتكلم الله، والله يتكلم ويسمع بقوله. قالوا سمعوا كسلسلة على صفوان أخذت السماء منه رعدة رجفة. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولذلك أجمع السلف أو جمهور المحققين من السلف قالوا واتفقوا على كفر الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. ولذلك قالوا من قال أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال فقد كفر. لما؟ لأنها تكئة يتخذها الجهمية ليدخلوا على الناس القرآن مخلوق. وهذه حرب عظيمة، وكما علمنا بأن الأئمة قد نالوا قسطا كبيرا من البلاء العظيم بسبب هذه المسألة. وسلسل البويطي ومات في حديده بسبب أنه قال القرآن كلام الله ليس مخلوق. وأحمد بن حنبل جلد وضرب على مرأى مسمع من الجميع بسبب أنه يقول القرآن كلام الله ليس مخلوقا. وقد أجاب في الفتنة كثير من العلماء، والإمام أحمد يعني نحاهم ما كلمهم، هاجرهم بذلك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.